طلع فين يا عبد الرحمن؟ ما بصير. الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين نقدمها لكم من استديوهاتنا في الميادين ومن هافانا كوبا. وفي عناوينها لهذا اليوم: ارتفاع متسارع في عدد الوفيات في ليبيا من جراء إعصار دانيال ومطالبات بالتحقيق في انهيار سدي درنة، والأمم المتحدة تقول كان في الإمكان تفادي سقوط معظم الخسائر البشرية. رئيس وفد صنعاء المفاوض يرافق اليوم الوفد العماني الوسيط إلى العاصمة السعودية لاستكمال اللقاءات وسط أجواء تفاؤلية. الملك السعودي وولي عهده يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني حول تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. الدفاع الروسية تعلن تدمير 11 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وإحباط هجوم بخمسة زوارق مسيرة على سفينة حربية في البحر الأسود. كوبا تؤكد حضور أكثر من 100 دولة قمة 77 والصين مع مسودة بيان تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد، وبكين تأمل أن تعزز القمة التضامن والتعاون بين الدول النامية. اقتصاد الظهيرة مع الزميل عبد الله داهر، ماذا لديك؟ مرحبا رامية. في اقتصاد الظهيرة لليوم، الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى عصيان وتمرد على الدولة ومؤسساتها لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وانخفاض الأجور. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة مشاهدينا مع الزميل مايك شلهوب. مرحبا عبد الرحمن، سنتابع في الموجز. بعد سنوات العزل بسبب كورونا، كوريا الشمالية تستعيد نشاطها الرياضي الدولي من بوابة الصين. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في الظهيرة، ونبدأها من ليبيا التي ما زالت تلملم آثار الكارثة التي خلفها الإعصار الأخير. وفي هذا السياق رامية، أفاد الهلال الأحمر الليبي أن المناطق المنكوبة من جراء الفيضانات تعيش مأساة حقيقية، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تجاوز عدد الجثامين التي تم العثور عليها في مدينة درنة ومحيطها 4000. جهاز الإسعاف في ليبيا تحدث عن تسجيل أكثر من 5500 وفاة، 10000 مفقود، و 7000 جريح في حصيلة غير نهائية. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أوعز إلى النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدي درنة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أيضا عبد الحميد دبيبة قال إنه تم اكتشاف أن عقود صيانة السدود في ليبيا لم تستكمل برغم تخصيص الأموال اللازمة لها. وأوضح خلال اجتماع الحكومة أن النائب العام باشر التحقيقات في هذا الموضوع. احنا تو من خلال الورق وزارة التخطيط اكتشفت أن عندنا عقود وعندنا صيانة ولم تستكمل، و ما دام مصروفات فيه عشرات الملايين ايش المشكله؟ معناها فيه صيانه وفيه صرف وفيه اجراءات. احنا ما ندوروش في الملامه، واضح. حتى النائب العام كنتوا عنده انت توه جاي بيفهم يفهم هذا شنو المشكله وشنو حتى احنا نبغى نفهم. الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي كانت طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في ظل ارتفاع عدد الضحايا، وذلك في مؤتمر صحفي في مدينة درنة المنكوبة. إن الحكومة الليبية تناشد المجتمع الدولي ببذل المزيد من إرسال الفرق المتخصصة في انتشال الضحايا، وذلك لإتمام عملية البحث في أسرع الأجال جراء هذه الكارثة التي تعتبر الأكبر في تاريخ ليبيا من حيث عدد الضحايا والخسائر. وإلى الآن فقدين أو نفقد أشخاصا لا نعرف مصيرهم إلى الآن، وهناك من الخسائر المادية التي لا تحصى في درنة، في أم الرزم، في التميمي، في القبة، في شحات، في سوسة، في البيضة، في عمر المختار، في
في كل المناطق المحيطة بالجبل الأخضر. الفرق بين هاتين الصورتين كارثي، فالمدينة المنكوبة في شمال شرق ليبيا تظهرها الأقمار الاصطناعية وقد دمر نحو 25% من أحيائها. سيول عارمة جرفت كل ما في طريقها من بشر وحجر وبنى تحتية، وخلفت عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومفقود في مناطق شرق ليبيا. جهود الإغاثة من داخل الحدود وخارجها تسابق الزمن للعثور على ناجين. أمواج البحر لم تنتظر فرق الإنقاذ لانتشال جثث الضحايا، فلفظت عشرات الجثث التي طفت على سطحه قبالة درنا. هذه المدينة بحالها أبيدت كامل، ما زالت تحت الإنقاذ، وفي اللي في البحر، وفي اللي هم جابوه وقعدوا يدفنوا فيه بدرجة جماعي، حتى المقابر ما شلنهمش. يا عرب رانا، كارثة كارثة ما تحمل ولا الكلمة من معنى، كارثة. وفي قصص النجاة تجربة موت لن ينساها من نجا، وهم يقفون فوق الأنقاض ينعون أقرباء لهم في كارثة عاشها الليبيون جميعهم خلال الأيام الماضية. بس عربنا وممكن 90% من عربنا لو أفقت حوش خالتي بكامل، حوش خالتي كامل كامل، حوش عمتي كامل، حوش ولد عمتي كامل، إبادات جماعية. في درنا أشد المدن تضرراً، حيث انهار سدان. طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة، ليعقب ذلك تعليق للأمم المتحدة يفيد بأنه كان من الممكن تجنب مقتل معظم الضحايا من جراء الفيضانات. المنظمات الدولية اللي قاعدين برا، أي منظمة، منظمة الأمم المتحدة، منظمة الإغاثة، منظمة الصحة الدولية، يرسلون مساعدات لهالمدينة. ملابسات تنتظر الأيام المقبلة لتوضيحها، لا حصيلة نهائية لأعداد الضحايا، وسط توقعات بوصول أعداد الوفيات إلى 20,000. وفي مدينة سوسة الليبية تعطلت أعمال الإنقاذ برا في المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقية البلاد، إذ تركها الإعصار مغمورة بمياه الأمطار. وتعاني المدينة انقطاعا كاملا للكهرباء والاتصالات، فيما تعرض الطريق الجبلي الوحيد الذي يربط سوسة ببلدة شحات للدمار الكامل بعد انهياره بسبب الفيضانات. من منطقة الفيدية يعني نبعد عن سوسة قريب 40 كيلو، عندنا ناس مفقودين لأن توا في وديان ما عارفين حيين ولا موتى، والفيدية بالذات فإلى الآن ثمان ضحايا. ونحن نقول يعني مش شغلين على درنا، دزولنا كواشيك، دزولنا فوقين الشركة العامة الكهرباء حتى يتدخل. لمن يوم السبت إلى الآن قاعدين بلا ضي، لنا حوالي 5 أيام بدون ضي. جماعة شركة المياه يتدخلوا وجو يعقوا الصرف ويشقوا برواحهم. يعلم الله أن الوضع هنا 0%، يعني وضع لا يعلم بها الله. معنا للمزيد مفد الميادين إلى بنغازي مراد الدلنسي. مراد، في الساعات التي وصلت بها إلى شرقي ليبيا، أنقل لنا آخر المعلومات، وأين وصلت جهود الإنقاذ ورفع أيضا وتقييم الأضرار وانتشال الجثامين؟ نعم رامية، بالفعل هذا هو العنوان الرئيسي. صحيح أن العنوان الرئيسي هو الكارثة الكبرى في مدينة درنا، ولكن في التفاصيل هناك عدة مسارات لهذه الكارثة بدأت تتوضح الأمور. هناك مسار مهم وهو رفع الجثث، يعني أغلب فرق الإنقاذ تعمل على هذا الأمر لأنه أمر مستعجل بطبيعة الحال، ولكن لتداعياته الصحية، وهو ما يحدث بالفعل رغم أن الفرق لم تصل إلى عدة قرى ومدن. صحيح أنها لم تشهد نفس مشهد الكارثة في درنا. يبدو بأننا فقدنا زميل مراد الدلنسي. بطبيعة الحال هناك مشكلة على مستوى البنية التحتية وتأثر كبير للاتصالات في شرقي ليبيا نتيجة هذا الإعصار الكبير وما خلفه من أضرار. ومن ليبيا رامية سننتقل إلى المغرب الذي ما زال يلملم آثار الزلزال المدمر الأخير.
أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في المغرب وأدى إلى وفاة أكثر من 2900 شخص وجرح أكثر من 5500، فيما تواصل السلطات جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم وتقديم المساعدات إلى المتضررين والبحث عن مفقودين. الزلزال تسبب كذلك في توجيه ضربة للقطاع السياحي في المغرب، ففي قرية ويركان المغربية الصغيرة المشهورة بمناظرها الطبيعية تسود مخاوف من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسياحة هناك، ورغم الأضرار عاد بعض أصحاب الفنادق إلى العمل رغم إلغاء الحجز. دابا يلاه مكافين مع العائلات ديالنا اللي توفوا لينا، مازال الناس جرحى ومضرورين، الناس خص كنكوليكتيو لي دون باش نعطيو نفرقوهم على الناس، هذا من جهه. من جهه اخرى حنا عندنا بحال القصبه لا دامبيجا عندنا 14 عائله اللي كيشتغلوا بطريقه مباشره، وكاينين ناس اخرين اللي كيخدموا معنا بطرق غير مباشره من الناس ديال الفيلاج، دونك غادي يكون واحد الامباكت اللي كبير بزاف. لحد الساعه كنتوصلوا بلي زانيلاسيون ديال لي ريزيرفاسيون. وأمام كارثة الزلزال أكد سفير الصين في المغرب لي تشانغين بذل قصارى الجهد لتقديم المساعدة اللازمة للعوائل المنكوبة. تسبب الزلزال المدمر في انهيار عديد من المنازل، بينما تضرر عديد من المنازل الأخرى، وقد دمرت بعض القرى بالكامل تقريبا، ما تسبب في سقوط كثير من الضحايا. بعض الإدارات والمؤسسات والشركات الصينية أعربت عن استعدادها للتبرع، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة للمغرب، ولكوننا صديقا مخلصا وشريكا موثوقا به سنساعد المغرب للتغلب على هذه الأزمة ومواجهة الصعوبات الحالية. إلى اليمن، حيث كشف عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي لقحوم أن رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام سيرافق الوفد العماني الوسيط إلى السعودية قادمين من العاصمة اليمنية، وذلك لاستكمال اللقاءات السابقة التي جرت في مسقط مع الوفد السعودية. ذلك بعدما كشفت مصادر على صلة بالمفاوضات للميادين أن الرياض طلبت من صنعاء تشكيل وفدها للجولة المقبلة من المفاوضات، كما سبقتها زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعاصمة العمانية مسقط والتي وصفت بالخاصة. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من صنعاء مراسل ميادين أحمد زبيبة. أهلا بك معنا أحمد. إذن أحمد، ماذا في تفاصيل هذا الخبر الذي يعتبر بشكل أو بآخر مفاجئ، هذا التوجه للوفد اليمني أو للوفد العماني برفقة محمد عبد السلام إلى الرياض، وما هي المواضيع التي سيتم مناقشتها هناك؟ نعم، هي زيارة الوفد الوطني والوسيط العماني إلى السعودية مساء اليوم، هي تأتي في سياق اللقاءات المستمرة والمفاوضات التي تمت خلال الفترة السابقة في مسقط سواء لأكثر من مرة مع الوفد السعودي وقبلها في صنعاء لفترتين سابقة، وكذلك هي تأتي في إطار استكمال زيارة وفد الرياض إلى صنعاء الذي كان في شهر رمضان على رأسهم الوفد الرياض محمد آل بيابر السفير السعودي. هذه المعلومات تتحدث أن وفد صنعاء سيتحرك مساء اليوم إلى الرياض لاستكمال ما يتعلق بالملف الإنساني، وهو كملف ضروري وعلى رأسها صرف رواتب موظفي الدولة. نعتقد أن المفاوضات التي ستتم في الرياض مع تحرك الوفد الوطني هي سوف تتجه إلى ملفات أخرى، ليس فقط الملف الإنساني، يمكن أن تدخل إلى الملف السياسي والعسكري، خاصة أن الرياض هي تريد أو تساوم فيما يتعلق بالملفات الإنسانية بملفات سياسية وعسكرية أخرى. شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل ميادين، حدثتنا من العاصمة اليمنية صنعاء.
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان تلقيا رسالتين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأشارت الوكالة السعودية إلى أن نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم تسلم الرسالتين خلال استقباله في الرياض السفير الإيراني علي رضا عنايتي، وأوضحت أنه بحث معه سبل تعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. إلى فلسطين المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عددا من بلدات الضفة الغربية ولا سيما بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث نفذت عمليات دهم واسعة للمنازل، وذلك بعدما أغلقت مداخل البلدة بجرافاتها العسكرية. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال وتمكنوا من محاصرة إحدى جرافاته العسكرية وإضرام النيران فيها. إلى لبنان، حيث يسود الهدوء الحذر مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد ليلة من الاشتباكات سقط فيها 8 قتلى وعشرات الجرحى. وأشار مراسل الميادين إلى أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قام بجولة في محيط المخيم وبعض المواقع والمراكز العسكرية. وينضم إلينا مراسل الميادين عباس صباغ لنقل آخر المعلومات والمعطيات حول تطورات المشهد في مخيم عين الحلوى اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، منضما إلينا من صيدا في جنوب لبنان. عباس، ما هي آخر التطورات؟ كيف يبدو المشهد الآن؟ وماذا في تفاصيل الجولة التي قام بها قائد الجيش اللبناني؟ نعم، تحية لك ولمشاهدي الميادين الأكارم. بطبيعة الحال يعني الهدوء الحذر لا يوصل منذ العاشرة من صباح هذا اليوم بعد ليلة صاخبة وتعتبر الأعنف منذ بدء الاشتباكات منذ نحو أسبوع. هذا الهدوء تخرقه بين الفينة الأخرى بعض الرشقات النارية وإطلاق قذائف صاروخية، لكن ليس بالحد أو بالشكل الذي كانت عليه أمس وليل أمس. هذا الهدوء، لم يعلن أحد عن يعني تبني كامل لوقف إطلاق النار هنا في المخيم، لكن الاتصالات السياسية المتواصلة منذ يومين على ما يبدو أثمرت إلى إقناع الجماعات المتشددة بوقف إطلاق النار، ومن ثم تفيد بوضعتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وتختصر بالآتي: أولا، سحب المسلحين من المدارس التي يتحصنون فيها، ثانيا تشكيل قوة أمنية مشتركة من الفصائل من أجل فرض اللواء أبو أشرف العرموشي وهم 7 مختفين. أما بالنسبة لجولة قائد الجيش فهو تفقد ثكنة محمد صغيب هنا في صيدا، ولا سيما أن مركزين للجيش تعرضا في الأيام الفائتة لسقوط قذائف وجرح 8 عسكريين، وبالتالي جاء ليؤكد على تعليمات الجيش بالعمل على تثبيت الاستقرار في المخيم. حكي عن تعزيزات الجيش اللبناني وصلت إلى مدينة صيدا، يعني لم نتأكد إذا كانت هذه التعزيزات من أجل هناك تدريب للجيش اللبناني في منطقة قريبة من صيدا أم لهدف اللبناني يعني في وارد تغيير خطته هنا في عين الحلوى. وأخيرا بالنسبة للاتصالات السياسية، فقط هناك يعني تجديد من كل الفصائل الفلسطينية ومن حركة حماس وحركة الجهاد أولا على تثبيت وقف إطلاق النار وتحريم الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني. يعني كل البيانات التي صدرت تؤكد بأن هذا الاقتتال وهو كذلك يعني لا يفيد القضية الفلسطينية، وإنما هو قتال بين الإخوة
الرابح الوحيد بين مزوج هو العدو الإسرائيلي. نعم. شكرا جزيلا لك عباس سباق على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مباشرة من صيدا في جنوب لبنان. الآن سننتقل إلى كوبا، حيث يواصل قادة دول 77 والصين التوافد إلى هافانا للمشاركة في أعمال القمة التي تنطلق غدا الجمعة. عن أجواء هذه القمة رامية ستنضم إلينا الزميلة علا ملاح في نافذة من هافانا حول هذه القمة. إليك علا. كل التحية لكما عبد الرحمن ورامية وأيضا مشاهدينا الكرام، وصباح الخير. إنها الثامنة صباحا في توقيت هافانا. نحن هنا في هذه المتابعة الدائمة لهذه القمة 77 مع الصين، وتتكثف فعلا التحضيرات في هذه اللحظات مع وصول الوفود واستمرار وصول الوفود. طبعا هي الساعات الأخيرة التي تسبق انعقاد هذه القمة، والتي تراهن حقيقة السلطات الكوبية على إنجاحها بكل الوسائل. قبل أن ندخل في أخبار هذه النافذة، أود فقط أن أشير إلى المكان الذي نقف نحن فيه الآن. نحن في خلفنا الآن كما ترون أحد مداخل هافانا القديمة. ما هي هذه المداخل؟ نحن طبعا أمام واحدة من هذه المداخل. هذه المداخل القديمة أو المدينة القديمة بالعاصمة الكوبية تعد من أبرز وجوه كوبا التاريخية. سأبعد قليلا لكي تروا بوضوح ماذا في الصورة. هذه يعني المداخل شهدت حقبات الاستعمار والمقاومة والاستقلال على مدى القرون الماضية، وكما ترون وهو واضح جدا هي فسيفساء معمارية تعود إلى أكثر من عصر، ولدينا طراز هندسي واضح بين الأبنية مثل الكاتدرائية وأيضا مبنى الكابيتول في يعني آخر الصورة كما ترون خلفي، وغيرها من المباني تتنوع بين الحديثة والقديمة. وننتقل إلى أخبارنا في هذه النافذة. إذن دخلت القمة فعليا بإعلان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا تسجيل أكثر من 90 دولة في قائمة المتحدثين. كما أشارت مسودة البيان إلى الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد، فضلا عن المطالبة بإنهاء الإجراءات القسرية بحق الدول النامية. سجل أكثر من 90 دولة في قائمة المتحدثين، ومن المرجح أن يزداد هذا العدد في الساعات المقبلة. إن هذه علامة على مدى حسن توقيت انعقاد القمة في مواجهة العمليات الدولية المختلفة والتزام مكافحة الإرهاب وتعزيز المجموعة دفاعا عن حقوق أعضاء مجموعة 77. ومن المرجح الموافقة على البيان الختامي الذي جرى تداول مسودة نصه بالخطوط العريضة العامة والناقضة للعقبات الرئيسية التي تعترض تنمية دول الجنوب. وفي حالة الموافقة عليه سيعلن البيان الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد وإعادة هيكلة النظام المالي المفروض، ويطالب بإنهاء الإجراءات القسرية ضد الدول النامية، إضافة إلى طلب التمويل من الدول الصناعية لمواجهة عواقب بتغير المناخ. وزير الخارجية الكوبي قال أن نموذج كوبا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها كان يستلزم دعما أو دائما دعما دوليا من أجل رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة. نموذج كوبا المتواضع في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وبناء نموذجها الاشتراكي الخاص كان يستلزم دائما دعما دوليا ومطالبة عالمية برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ أكثر من 6 عقود. أتوقع أن تكون القمة التي ستعقد نهاية الأسبوع المقبل ناجحة وأن يحتفل بها الشعب الكوبي والمجتمع الدولي. إنها اعتراف بتضامن ووحدة مجموعة 77 والصين. ودائما للمتابعة ينضم إلينا الزميل عروة محمود. عروة صباح الخير ويعطيك ألف عافية. دائما نتابع معك التحضيرات التي تتكثف مع يعني الساعات الأخيرة قبل انطلاق هذه القمة، سيما وأنه الرئيس الكوبي بنفسه يستقبل الزوار مع وصول المزيد من الرؤساء وأيضا الوفود المزيد معك. عروة تفضل.
صباح الخير. بكل تأكيد نحن هنا الآن في مركز الصحافة الدولي الذي تم إعداده لتغطية أعمال القمة. الرئيس الكوبي كما نشاهد نحن هنا في مركز الصحافة، أو حسب المعلومات التي يتم تزويدنا بها، يقوم باستقبال الوفود على مستوى الرؤساء في قصر الثورة في العاصمة الكوبية هافانا، ويكون هناك مراسم استقبال رسمي قبل انعقاد القمة. اليوم هناك قائمة طويلة لعدد كبير من الوفود التي ستصل العاصمة الكوبية هافانا قبل ساعات، حيث ستعقد القمة غدا صباحا في توقيت كوبا. القائمة التي حصلنا عليها اليوم تؤكد وصول الرئيس الكولومبي اليوم، والرئيس البرازيلي، والرئيس الأرجنتيني، بالإضافة من منطقتنا العربية هناك مشاركة لوزير الخارجية السعودي ووزير خارجية سلطنة عمان. إذن هناك مشاركة واسعة تضم ممثلين عن جميع القارات، وكما ذكر وزير الخارجية أمس في مؤتمره الصحفي أن هناك مشاركة لأكثر من 100 دولة ستشارك في هذه القمة التي ستعقد خلال الساعات أو غدا في العاصمة الكوبية هافانا. العاصمة الكوبية هافانا في الأمس بعد افتتاح مركز الصحافة، هي افتتاح مركز الصحافة والإعلام هنا في هافانا هو إعلان لاستكمال جميع التجهيزات لانعقاد القمة. إذن يتوالى وصول الرؤساء والوفود الرسمية إلى العاصمة الكوبية هافانا. اليوم من المقرر أيضا وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالإضافة إلى مدراء ورؤساء منظمات دولية مثل الفاو واليونسكو وأخرى. طيب عروة، كان ملاحظ مع وصول الوفود في مرافقة اقتصادية، يعني إذا أمكن أن نتوقف أيضا وإياك عند هذا الموضوع وأهميته بالنسبة لكوبا المحاصرة. هذا شيء مهم زميلة علا، عندما نتكلم عن الوفود الاقتصادية، لأننا نحن اليوم في بلد في كوبا هي بلد محاصر منذ أكثر من 6 عقود. اليوم هذه القمة ليست هي قمة بروتوكولية يجتمع فيها الرؤساء، أغلبية أو الرؤساء يصطحبون معهم وفود اقتصادية، والتي ستقوم هذه الوفود بدورها بتوقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة مع كوبا. اليوم في وزارة الخارجية الكوبية كما حصلنا على المعلومات اليوم صباحا من مركز الصحافة، سيكون هناك توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات في مجال الصحة والتبادل الصناعات الدوائية، سيكون التوقيع مراسم التوقيع في وزارة الخارجية الكوبية. ولكن من المهم الإشارة إلى زيارة الرئيس البرازيلي إلى كوبا، لأن البرازيل تعتبر البلد الأكبر في أمريكا اللاتينية، والتي كانت على في خلال السنوات السابقة الداعم الاقتصادي الرئيسي بعد فنزويلا، كما نعلم جميعا العلاقات القوية التي تجمع كوبا وفنزويلا، ولكن البرازيل كانت داعم اقتصادي كبير لكوبا. خلال حكم الرئيس بوليسيناريو تدهورت العلاقات، بل كانت هناك علاقات سيئة جدا، ولكن اليوم مع وصول الرئيس لولا دا سيلفا إلى الحكم في البرازيل هناك آمال كبيرة تعقدها كوبا على إعادة العلاقات. صحيح. اليوم في موقع وزارة الخارجية كان هناك نعم، سنتحدث ربما بالتفصيل أكثر عن هذه الأمور يعني بوقفات إخبارية لاحقة. زميل عروة محمود، شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة. الخارجية الصينية أعربت عن تقديرها للعمل الذي تقوم به كوبا لاستضافة القمة. متحدث باسم الوزارة قال أن بلاده تأمل أن تقدم قمة مجموعة 77 والصين مساهمات إيجابية لتعزيز التضامن والتعاون والتصدي بشكل مشترك للتحديات بين الدول النامية.
مجموعة 77 والصين هي آلة تعاون للدول النامية تدعم باستمرار العدالة والإنصاف وتدافع عن الحقوق والمصالح المشتركة للدول النامية. وتقدر الصين العمل الذي قامت به كوبا بصفتها الرئيسة الدورية للمجموعة وتدعم استضافتها لقمة المجموعة. وتأمل أن تقدم القمة مساهمات إيجابية لتعزيز التضامن والتعامل على نحو مشترك مع التحديات بين الدول النامية. وهي مستعدة للعمل مع كوبا والأعضاء الآخرين لحماية الحقوق والمصالح المشتركة للدول النامية على نحو أفضل. على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي تعانيه كوبا منذ أكثر من نصف قرن، استطاعت أن تعطي نموذجا للعالم في الصمود وفي كيفية تحويل الحصار إلى فرصة لخلق فرص بديلة وتحقيق إنجازات نوعية في مجالات عدة، ولا سيما في مجال الطب. لا شيء يغري السياح في كوبا أكثر من ركوب السيارات القديمة. هكذا حول الكوبيون الحصار إلى نشاط اقتصادي، فالعقوبات الأمريكية المستمرة على الجزيرة الكاريبية منذ أكثر من نصف قرن مثلت فرصة لهافانا لاستنباط طرق بديلة للصمود حتى تحولت إلى نموذج في هذه السياسة. لا مجال للشك أن الحصار المفروض من قبل الولايات المتحدة هو العائق الأساس أمام التنمية والتطور في كوبا، والذي يفرض حظرا على عديد من مصادر التكنولوجيا. وهذا من أهم التحديات التي تواجهها مجموعة الدول 77 والصين في الدفاع عن حقوق الدول النامية في الوصول إلى مصادر التكنولوجيا الضرورية لتطوير مجتمعاتها. الابتكار هو كلمة السر في النموذج الكوبي إذن، وهو نهج يتوافق مع عنوان قمة 77 مع الصين لجهة دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات. فرغم الاحتكار العلمي العائق الأول أمام التنمية، حققت كوبا إنجازات علمية كبيرة ولا سيما على صعيد الطب. الحكومة الكوبية استطاعت تحديد القطاعات الاستراتيجية المهمة من أجل التطوير والتنمية عبر العلم والابتكار، خصوصا في البيوتكنولوجيا والصناعات الدوائية وتطبيقها على الصحة العامة. وعليه تستطيعون أن تلاحظوا إنجازات كوبا في هذه المجالات، وظهر هذا جليا في مواجهة كورونا عبر اللقاحات الخاصة التي صنعتها كوبا. أبعد من الحصار الاقتصادي، تواجه كوبا أيضا محاولات أمريكية مستمرة لعزلها عن الخريطة السياسية الدولية. من هنا يأتي رهان هافانا على إنجاح قمة 77 مع الصين. في القرن 21 تمر عبارة دولة محاصرة لعقود بنحو طبيعي، مفارقة سياسية وإنسانية ربما يكون الأوان قد آن لإنهائها وسط التحولات العالمية الحالية. عروة محمود، هافانا، الميادين. فعلا كوبا جميلة على كل المستويات. إذا مشاهدينا، هذا كان كل شيء في هذه النافذة. نلتقي بعد قليل في نافذة جديدة عند الساعة 11 بتوقيت هافانا، 6 بتوقيت القدس الشريف. الآن عودة إليكما رامية وعبد الرحمن. أتمنى لكم علا كل التوفيق في هذه التغطية لهذه القمة في بلد يتربع على قمة الجمال في هذا العالم. كل شكر لك علا. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العلماء يدقون ناقوس الخطر، البشر تجاوزوا 6 من 9 على مقياس صلاحية الحياة على كوكب الأرض. أهلا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين، نستأنفها من آخر تطورات الصراع الروسي الغرب أطلسي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. الوزارة أعلنت كذلك إحباط هجوم أوكراني باستخدام 5 زوارق مسيرة لاستهداف سفينة الدوريات سيرجي كوتوف التابعة لأسطول البحر الأسود، مؤكدة تدمير الزوارق المهاجمة. إلى ذلك تواصل أطقم المروحيات الهجومية الروسية تدمير التحصينات والعربات المدرعة الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية نشرت مشاهد مروحيات K-52 و-128 و-135 التي تعتبر القوة الضاربة الرئيسية للقوات الروسية، حيث تضرب أهدافا محددة وتقوم بتنظيم غطاء جوي للقوات البرية. دعا المتحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني الحكومة البريطانية إلى عدم المبالغة في تقدير تأثيرها عالميا وإظهار نفسها منافسا للصين. جاء ذلك في مقابلة على شبكة LBC البريطانية. استشهد جاو بتفوق الصين عالميا في مجالات عديدة بينها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وأيضا السيارات. كيف تعرف الصين نفسها بالنسبة إلى المملكة المتحدة؟ هل هي منافس أم حليف أم تهديد؟ أولاً بالنسبة إلى العلاقة بين الصين والمملكة المتحدة، فإنه بالنسبة إلى الصين بريطانيا ليست منافساً ولا عدواً ولا خصماً، هي فقط دولة مهمة للتعامل معها في أوقات السلام وتحقيق المصالح المشتركة. سيكون من المضلل تماماً أن تنظر بريطانيا إلى الصين على أنها منافسة. ما الذي تتنافس بريطانيا مع الصين فيه؟ الصين أكبر مورد للسيارات الكهربائية وستقود العالم في هذا المجال، فهل تتنافس مع بريطانيا؟ الأمر ليس كذلك. يعتبر متحف طرطوس من أهم المواقع الأثرية التي تتوسط المدينة، إذ وصفه المؤرخون بأنه أفضل مبنى ديني محفوظ من الفترة الصليبية. فهو أقدم كنيسة مريمية في العالم ويضم معرضا زاخرا بالتحف والمقتنيات الأثرية التاريخية. تقرير يارا حسن. يأتي رامي وهو باحث في مجال الآثار والعمارة في إيطاليا إلى كاتدرائية السيدة العذراء في مسقط رأسه طرطوس، يعاينها بدقة ويروي لصديقته عن أهميتها التاريخية والدينية وموقعها على خريطة الكنائس في العالم. في طبعا المكان أهمية كتير كتير كبيرة، لأنه هو بيحكي مش بس عن موضوع الفترة الصليبية، هو كمان بيحكي عن كل الحكم اللي إجا بعده، الحكم المملوكي والحكم العثماني وحتى الحكم الفرنسي، وكيف المكان كان عم يتطور. مثلا إذا بنطلع بنشوف في مئذنة، هيدا المكان استخدم فترة كمسجد. هي من أهم الكنائس الأثرية في الساحل السوري، وتعد أقدم كنيسة مريمية في العالم. كرسها القديس بطرس باسم السيدة العذراء، وأقام فيها أول صلواته في أثناء رحلته من القدس إلى أنطاكيا. متحف طرطوس ببنائه القائم هو يعود إلى منتصف القرن الثاني عشر، لكن تعود أهمية هذا البناء أنه البناء الوحيد الذي بقي صامدا في مدينة طرطوس القديمة التي تهدم معظم أبنيتها، بني على أنقاض كنيستين أقدم. ونظرا لأهميتها التاريخية والحضارية، حولت الكاتدرائية إلى متحف يضم مجموعة كبيرة من التحف والمقتنيات الأثرية التاريخية، كما أن البناء نفسه يمثل تحفة معمارية. زيارة المتحف لا تكتمل من دون ارتياد المنشية، وهو مقهى شعبي يلاصق جدران المتحف ويختزن ذكريات أجيال مختلفة في طرطوس. هذا المكان قلت لك فيه روح، روح حلوة كثير. الناس بس اجت عليه بتحب تضلها قاعدة وما تقوم حتى.
يعني اللي بيجي ما له قلب يقوم أساسا. زيارة متحف طرطوس تعد تجربة استثنائية تجمع بين اكتشاف التاريخ والاستمتاع بجلسة لطيفة في حديقته الخضراء ومقهاه العتيق. يار حسن، طرطوس، الميادين. إلى الفقرة التي أنتظرها دائما في الظهيرة، اقتصاد الظهيرة هذه المرة، وإياك زميلنا عبد الله. مرحبا ظاهر. راميا. مرحبا عبد الله. يبدو أنه في عودة للدعوات لتسخين الشارع في فرنسا ضمن الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والواقع الاقتصادي هذه يعني المرة من الحزب الشيوعي. صحيح، اليوم كان موقف يعني لافت جدا للحزب الشيوعي الفرنسي، هي يعني شعارات شعبوية، لكن لا أعتقد أن الشارع الفرنسي اليوم في طور يعني الانقلاب على الدولة لتحقيق مآرب معيشية أو يعني بالنسبة لارتفاع أسعار الوقود وأسعار نتابع نعم. تفاصيل هذا الخبر وبقية الأخبار الاقتصادية وإياك، تفضل. أهلا بكم. طالب السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل الدولة الفرنسية بالتحرك في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود، ودعا روسيل السكان إلى التجمع أمام المحافظات واجتياحها إذا لزم الأمر لمواجهة ارتفاع أسعار مختلف المواد. وقال روسيل إن الحكومة يجب أن تمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأن تخفض الضرائب على الطاقة لخفض أسعار الكهرباء إلى النصف وأن تزيد الرواتب ومعاشات التقاعد بما يتماشى مع التضخم. كشف مكتب الإحصاءات الألماني عن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 13.8% في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا في أغسطس الماضي، وتجنب مكتب الإحصاءات وصف هذا الارتفاع الجديد بموجة الإفلاسات، وعزى في تقرير له هذه الظاهرة المقلقة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم. ذكر مكتب الإحصاء في الأرجنتين أن معدل التضخم ارتفع بشكل لافت في آب أغسطس الماضي إلى 12.4% مقارنة بالشهر السابق، ومعدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية هو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ولتمويل عجز الميزانية يقوم البنك المركزي باستمرار بطباعة أموال جديدة. كشفت الحكومة الهندية اعتزام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا شراء مكونات سيارات من الهند بقيمة 1.9 مليار دولار خلال العام الحالي. وزير التجارة الهندي بيوش جويال قال إن الشركة اشترت خلال العام الماضي مكونات هندية بقيمة 1 مليار دولار، وأضاف سنطور سياسة جديدة بشأن السيارات الكهربائية بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية تريد جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج في قطاع السيارات الكهربائية. قررت قناة بنما مواصلة خفض عمليات عبور السفن مع استمرار موجة الجفاف هذا العام، وأشارت إدارة القناة إلى أن هذا الإجراء هدفه الحفاظ على توازن مياه القناة وتفادي تداعيات بيئية ولوجستية غير مرغوب فيها. وتنتظر أعداد كبيرة من السفن المرور عبر القناة العابرة للمحيطات والتي تشغل نحو 5% من إجمالي العمليات التجارية العالمية. أصدرت الحكومة التايلاندية تعليمات بخفض أسعار الكهرباء والديزل وإلغاء تأشيرات الدخول للسياح بهدف تحفيز نمو الاقتصاد. رئيس الوزراء التايلاندي قرر تأجيل سداد ديون المزارعين والشركات الصغيرة لمدة 3 أعوام. كما وافق مجلس الوزراء التايلاندي على إلغاء مؤقت لرسوم التأشيرات للسياح من الصين وكازاخستان بدءا من أيلول سبتمبر الحالي حتى نهاية شباط فبراير المقبل. بحث وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف مع وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة نايجل هادلستون أوجه التعاون المشترك بين البلدين. واستعرض اللقاء وفقا لوكالة الأنباء العمانية مؤشرات نمو التجارة البينية وسبل تعزيزها وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والموقف الحالي المتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
الخبر الأخير من لبنان، حيث نفى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وجود أزمة خبز في لبنان، وأضاف سلام أن هناك تأخيرا في وصول بعض البواخر بسبب الحرب في أوكرانيا، وطمأن بأن تأخير البواخر الذي ولد نقصا بالقمح في بعض المناطق ولا سيما محافظة الشمال جرت معالجته، وأن البعض ولد ذعرا لدى الناس أدى في بعض الأفران إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض الأخبار المضللة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة إليكم رامية وعبد الرحمن. شكرا عبد الله. ونختم الظهيرة مع هذا التقرير البيئي الذي يدق ناقوس الخطر لمصير الحياة على الأرض يا رامي. صحيح، هذا ما حذر منه علماء من تجاوز العالم لستة من تسعة بما يعرف بالحدود الكوكبية، وهي الحدود الآمنة لحياة الإنسان في مجالات سلامة المحيط الحيوي وتغير المناخ واستخدام وتوافر المياه العذبة. وفقا لتقرير جديد لفريق دولي من 29 خبيرا، حذر العلماء من تزايد إزالة الغابات واستخدام المفرط للكتلة الحيوية وانتشار المنتجات التي يصنعها الإنسان مثل البلاستيك والمواد الكيميائية الاصطناعية. ما كنا نريد أن نختم هذه الظهيرة بمثل هكذا تحذير خطير يا عبد الرحمن. يعني كل يوم للأسف الشديد الكوارث الطبيعية بزديها. صحيح، وبهذا نصل إلى ختام هذه الظهيرة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغة العربية، إضافة لموقعنا باللغة الإنجليزية وموقع الميادين باللغة الإسبانية، وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.